السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في شانيل بيسام. إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة، المرجو الاشتراك بالضغط على الزر الأحمر وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل ما هو جديد. اليوم غنحضروا جميع حلوى الكوك بثلاث مكونات فقط وبكمية لا بأس بها. هاد الحلوى كتجي هشيشة ولذيذة بزاف، وفي نفس الوقت سهلة التحضير، ما كتطلبش وقت أو مجهود كبير. يمكن لنا نحضروها في بضع دقائق فقط. إلا بغيتوا تعرفوا الطريقة تبعوا معايا الفيديو للأخير، فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات، عندي هنا 250 غرام ديال جوز الهند أو الكوك الرقيق النوعية الممتازة، كاس العنبه سكر سنيده، جوج بيضات متوسطين الحجم، وهاد القوالب الورقيه هما اللي نعمل فيهم هاد الحلوه. اول حاجه غادي نضرب البيض هو السكر سنيده، حتى كيتغير اللون ديالهم وكتذوب لنا شويه السنيده، ما كتبقاش حرشه. على هذا الشكل هذا غادي نبدا نضيف دابا في جوز الهند بشويه بشويه. خصها تجي شويه مرخوفه باش ملي كطيب ما كتجيناش الحلوه ناشفه، كتجي هكذا معلكه ورطبه من الداخل. هنا فكيت هاد القوالب الورقيه، غنشكل كويرات صغار وغادي نوضعهم في هاد القوالب الورقيه. نحاول انني ما نملؤهمش كاملين. نحاول نقادهم بيديا باش كيتملؤوا الجوانب حتى هما. ولا بغيتوا بلا ما ديروا كويرات، كتهزوه كدا غير جوز الهند بشكل عشوائي وكتنزلوه في القوالب على هذا الشكل هذا، حتى ملي كطيب كتجي بحال المشوكه. نستمر انا في نفس العمليه حتى نكمل الكميه ديال جوز الهند كامله. بالنسبه لتزيين هذه الحلوه كيبقى على حساب الذوق، يمكن لكم تحتفظوا بها غير هكذايا عاديه، اولا تزينوها بشويه ديال الفخوي كونفي. غادي ندير شويه في هاد المدورين، وهادو اللي نزلتهم بشكل عشوائي في هاد القوالب الورقيه غادي نخليهم، ما غادي ندير لهم حتى حاجه. هكذا كيعطيو مناظر. غندخل لاطا الفول اللي سخنتو على درجه حراره 180 حتى كطيب لنا الحلوه تقريبا 4 او 5 دقائق، وكنطلع الفوق باش كتاخذ لنا اللون الذهبي. هذه هي حلوه الكوك بعد ما طابت، بسيطه في الشكل ديالها ولكن كتجي فعلا لذيذه بزاف، تستحق انكم تجربوها. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، تبارطاجيوها مع اقاربكم واصدقائكم. شكرا بزاف للمشاهده، والى فيديو جديده باذن الله وشيئتي. بسلامه.